لكن انت بتبني كلمه يا سالم يا فندم. وانا ما انكرش ان اديتك كلمه، لكن جالها بعد كده عريس. ما تاخذنيش، ما تحلمش بيه، احسن بنت في البلد. يعني رجحت كفته في ميزان الذهب؟ يا محمود افندي ما تنساش اني انا عمها، ويجب علي اني اشوف مصلحتها، وهي كمان ما تقدرش ترفض عريس بالشكل ده. لا، انا واثق ان ليلى اندل من كده. مش ممكن تفضل علي اي رجل مهما كانت ثروته. ده كلام شباب ملوش قيمه ساعه الجد. يعني قصدك ايه؟ قصدي ان ليلى نفسها وافقت على العريس. مستحيل، مش ممكن اصدق الكلام ده. هتصدق وهتسمع بودانك وهتشوف بعينيك. عيني هتفضلي تفكري كده لحد ما تسقمي نفسك. قومي يا بنتي قومي، قومي تمشي لك شويه ولا شوفي لك حاجه. مش قادره يا مدام. يعني يا بنتي فاكره ان عمك بيعمل كده ليه؟ الا علشان مصلحتك. انا مصلحتي في ان اتجوز محمود. خلاص اتجوزيه ولك عليا اكلم لك عم. يا سالم افندي، سالم افندي. ايه يا وليه خضتيني؟ كنت هتدلقي الدواء اللي موضبه علشان يروق دماغها؟ بقى شوف يا اخويا اما اقول لك، النبي عربي، ليلى ما يروقش دماغها الا ان جوزتها محمود. انا اللي علي عملته، وبعد كده هي حرة. هي شريان، والشاري مش ممكن يبيع. ايه؟ ربنا يوفقهم لبعض. خدي يا حبيبتي، خدي شرابي، روقي دماغي. ميرسي يا عمي، خليه دلوقتي. الحمد لله ما وقعش. شرابي ده لو استنى شويه فايدته تروح. شرابي بالشفا ان شاء الله. هتتجوزي حسني باشا؟ وافقي وافقي. هتتجوزيه بخطرك ورضاكي. ابتسمي ابتسمي، اضحكي اضحكي اضحكي.